انتشر الراب الإسلامي بشكل كبير في المحافظات العراقية، حيث لقي ترحيبا واسعا بين الشباب، فأصبح الأكثر انتشارا وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. استخدم هذا الراب لمعالجة الأسباب للانحراف الفكري وحل المشاكل الاجتماعية الكبرى التي اجتاحت المجتمعات الإسلامية. من يجري بحثا سريعا عن الراب يجد أن الراب هو وسيلة استخدمتها الشعوب المظلومة التي تعاني الحيف والظلم من قبل المفسدين من الحكام السياسيين وكذلك رجال الدين، فأخذت الراب وسيلة لإيصال رسالتها ومظلوميتها إلى العالم. الراب استطاع في فترة قليلة أن ينقذ هاي مجموعة من الشباب من الانحرافات، قلل من الجريمة، قلل من شرب الخمور والمخدرات. كل شخص يحرم الراب خلي يطرح دليل العلمي لتحريم الراب. وكان هدف هذا المشروع هو إنقاذ الشباب من الرذيلة والملاهي والكوفي شوبات. شيوخ عشائر عراقية كان لهم دورا كبيرا لمساندة الشباب الراب والوقوف بجانبهم، حيث عبروا عنه أن الراب استخدم في الشعوب العربية وشعوب الأوروبية أيضا. الراب معناها اللغوي هو تعبير عن رأي، تعبير عن فكرة، وقد استخدم في كثير من الشعوب العربية وفي المنطقة والشعوب الأوروبية كذلك. يمكن أن يكون ذو حدين، ما تكلموا به الجميع على العين وعلى الرأس، ولكن أريد من كل اللي ينظر أو يحترض على الراب ينظر للكلمات وماذا يغن. كان بإرضاء الله ومحمد وآل محمد فهي بها، وإن كان ضد هذه الفئة فنبتعد عنها. هؤلاء الشباب استخدموا الراب الإسلامي لكي يوصلوا رسالتهم ومظلوميتهم إلى العالم. بها الموسوي، أنا الشاهد.